تمضي فرنسا في إجراءات حسم ملف ترحيل متطرفين أو مشتبه فيهم 231 شخصاً على لائحة الترحيل، 180 منهم في السجن، فيما أوقف آخرون في الفترة الأخيرة. وفق وزارة الداخلية الفرنسية، دخل هؤلاء بطرق غير قانونية إلى البلاد ويوزعون كالتالي: 60 تونسياً ومثلهم من المغرب، وعدد أكثر بقليل من الجزائر. حمل وزير الداخلية الفرنسي ملف الترحيل معه في جولته المغاربية إلى تونس والجزائر وإلى المغرب في أكتوبر الماضي. أشادت باريس بالتعاون المستمر مع الجزائر، خاصة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. جئت لأؤكد على حسن التعاون والاهتمام الذي توليه فرنسا لجميع الملفات التي تهم وزارتينا. أود أن أشكر الجانب الجزائري على التنسيق المتواصل، لا سيما في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. أما تونس فعبرت عن استعدادها لاستقبال أي تونسي وفق شروط وضوابط، من أبرزها تمكينهم من استنفاد جميع طرق الطعن المخولة لهم في فرنسا قبل الترحيل. باريس بدورها أقرت بوجود صعوبة متزايدة تقف في وجه استكمال عمليات الترحيل، لعل أبرزها إغلاق الحدود بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا.